استغلال المعلومات حصلت عليها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية جلف تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة دولية تختص في تدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات مكنت العملية من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم أعمارهم بين 30 و 65 سنة وضبط وحجز بحوزتهم قارب مطاطي نوع زودياك ومحرك خاص بتهريب الأشخاص عبر البحر وكذا 4 سيارات سياحية.